الفلسطينيين وحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفشي ظاهرة الفساد وتواصل استهداف المبلغين عنه موضوع تقرير في النشرة. والمحامون يؤكدون خلال يوم غضب اليوم احترامهم لعلوية القوانين دون استثناء. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا 2024 بإجراء اختبار مادة التربية الموسيقية، وتتواصل الاختبارات التطبيقية التي يشارك فيها 3649 مترشحا يتوزعون على 77 مركز امتحانات إلى غاية 29 من مايو الجاري بإجراء اختبارات مواد الإعلامية والتكنولوجيا التطبيقية. يذكر أن اختبارات الدورة الرئيسية الكتابية لامتحان شهادة البكالوريا ستنطلق أيام 5، 6، 7، 10، 11 من جوان المقبل، على أن يقع الإعلان عن النتائج في 25 من نفس الشهر. عقب اجتماع أمس بإشراف وزيرة التربية تم إقرار جملة من النقاط، من بينها إدراج جميع الذين سددوا شغورات ظرفية بالمدارس الابتدائية ضمن قاعدة بيانات موحدة من 2006 إلى 2023. المديرة العامة للمرحلة الابتدائية في وزارة التربية نادية العياري: إدراج جميع الذين سددوا شغورات ظرفية بالمدارس الابتدائية ضمن قاعدة بيانات موحدة من سنة 2006 إلى سنة 2023. نعمل دعوة لجميع المتعاقدين باش يثبتوا من مدافح المعطيات يصدقوا عليها أو يحللوها، ثم عملية تدقيق، ويتم ترتيب كل النواب المدرجين ضمن القاعدة هذه حسب مقاييس تضمن مبدأ الإنصاف كذلك جودة الموضوع. انتهينا من عملية درس الاعتراضات اللي كانوا قدموها النواب حوالي 400 مطلب اعتراف، تم قبول 100 اعتراف، والآن هي في طريقها للتسوية بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية. كذلك مكبة الوزارة أنها تبحث مستقبلا لتسوية بقية النواب على دفعات حسب الشغورات الفعلية، وعلى الأساس هذايا ندعي كافة النواب المتعاقدين معنا بالمدارس الابتدائية يعملوا على إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية، ويتجنبوا كل ما من شأنه أن يوفر المناخ العام ويسبب في تراجع نتائج المتعلمين. وأكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية في وزارة التربية نادية العياري أنه يجري صرف أجور 400 من خريجي الإجازة الوطنية في التربية والتعليم من بين أكثر من 1484 شخصا. بالنسبة لخلاط خريجي الإجازة الوطنية في التربية والتعليم اللي هما عددهم 1484، هناك مجموعة أولى وعددها حوالي 400 خلصوا. المجموعة الثانية ملفاتهم في وزارة المالية بطبيعة يتسبب من الملفات هذه، والبارح تلقينا مجموعة من وزارة المالية، والآن عملية سحب جارية، وإن شاء الله من هنا نوفى شهر ماي يكونوا بطبيعة مدرسين من خريجي الإجازة يكونوا كلهم خالصين إن شاء الله. دشن وزير الفلاحة والموارد المائية عبد المنعم بلعتي اليوم مشروع تعلية سد بوهرتما بولاية جندوبة. المشروع سيمكن من ترفيع في طاقة استيعاب السد من 112 مليون متر مكعب إلى 145 مليون متر مكعب، أي بزيادة 33 مليون متر مكعب، وذلك وفق ما أعلنه وزير الفلاحة. اليوم احنا في سد بوهرتما طاقة الاستيعاب متاعه 112 مليون متر مكعب. احنا بفضل المشروع هذايا السد هذا ولا 145 مليون متر مكعب، يعني بزيادة 33 مليون متر مكعب. الكمية ماشي شوية، وكمية تعطي إضافة كبيرة برشا لمخزون المياه. قداش يسوى المشروع هذايا؟ اليوم احنا المشروع هذايا كملناه، صرفنا فيه 91 مليون دينار. قدمت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بالعاصمة نتائج الاستشارة الوطنية حول الانتقال الطاقي للوقوف على الإخلالات وإيجاد حلول لبلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في بلوغ 35% من إنتاج الكهرباء في أفق 2030 باعتماد طاقات بديلة. نائب رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يوسف شبيلة:
من اهم النتائج اللي وصلنا لها كونه اليوم فما برنامج انتقال طاقي مقسوم على زوج مراحل. فما المرحله الاولى نحبوا نوصلوا فيها ل 2500 ميجا وات اللي هي تمثل تقريبا 15-20%، والهدف الثاني اللي باش نوصلوا به 35% طاقه متجدده اللي هي تقريبا 4800 ميجا وات. ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه المطلوب فما استثمارات لازم تصير في الشبكه الوطنيه باش تحسن قدره الاستيعاب نتاعها. اهم النتائج اللي وصلنا اليوم بما انه ممكن الاستثمارات هذه مازالت ما بداتش مازالت ما طلقتش، نحن اليوم فما 2500 ميجا وات من الاربع خمسه ست سنين ما نجموش نفوتها، ولذلك الأحسن ركزوا على أهداف قابلة للتحقيق وركزوا على أهداف كيفاش نضمنوا كانت تتحقق ما لقاش رواحنا ممكن بعد خمسة سنين ما زلنا في الأربعة والخمسة في المئة، وهذا يتطلب مجهودات تبدل. أكد عميد المحامين حاتم ممزيو خلال يوم غضب نفذه المحامون اليوم أمام قصر العدالة علوية القوانين دون استثناء ورفضه جميع أشكال الاعتداء على الحرمة الجسدية. محاماة وحدة متراصة لا تقبل الاعتداء على مقراتها ولا تقبل الاعتداء على الحريات، ما احناش مع الجريمة ولسنا مع انتهاك بلادنا ولا انتهاك البوليس، لكن ضد انتهاك زاد حرمة الإنسان والحقوق متاعه في الحرمة الجسدية. راهو ما تحكمش ما غير ما تسمع الناس كل اسمعنا، شوف الاعتداءات وشوف المحاضر بتاع التحقيق والقضاء، القضاء المستقل هذا مطلبنا لأنه هو ملاذنا، وقاضي التحقيق أمس بدأ بصحيح وعاين وشاف. احنا ما احناش ضد القانون، مع أولوية القانون، مع سيادة القانون، مع احترام القوانين الكل، زادة مش قانون دون قانون. وندد المحامون في الوقفة الاحتجاجية التي وكبتها مريم الغربي بما اعتبروه انتهاكا لحق الدفاع واعتداء على مقر دار المحامي بعد الإيقافات الأخيرة. اليوم جينا كمحامين من الجهات من كل الناس كاملة، جينا فقط للدفاع عن الحقوق والحريات، لانا ضد النظام أو مع النظام، احنا فقط غايتنا مهنية، فقط غايتنا الدفاع عن المحاماة أولا وأخيرا. اليوم جينا تقريبا من كل ولايات الجمهورية التونسية نصرة لعدة قضايا، أولها اختراق إجراءات في خصوص تفتيش ودخول دار المحامي. اثنين، ما حصل مع زميلنا الأستاذ مهدي زغروبة. تفشي الفساد وتعدد عوائق مكافحته وتواصل الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد خاصة في ظل تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مثل أمس الأول محور جلسة استماع صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان لممثلي الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد. متابعة للموضوع في تقرير لأحلام الجسمي. مكافحة الفساد في الإدارة التونسية من أبرز التحديات التي تواجه الدولة، ملف معقد متعدد الأطراف من بينهم المبلغون عن الفساد الذين غابت القوانين الفعلية لحمايتهم وحفظ حقوقهم. كاتب عام الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد عادل الزواوي: مسألة المعزولين عن العمل أساسا نتيجة تبليغهم عن الفساد، غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما قالها، القوانين الداعية لمحاربة الفساد وكيفية تفعيلها، الفساد المالي والإداري للأسف زاد استشرع وما ثماش حلول فعلية على أرض الواقع. مبلغين مازالوا يعانيوا، مازالوا يتردوا، مازالوا يتهرسلوا. الجلسة متاعنا مش تليها جلسات أخرى مش نحاولوا نحلوا مشكلة المطرودين على العمل بالدرجة الأولى، نحاولوا نجودوا القوانين الخاصة بمكافحة الفساد. اللي لاحظناه أنه تبليغ على الفساد قل لأنه الناس خافت والمبلغ هذا قاعد يعاني. الكاتب اللي عنده ملفات كثيرة مازالوا إلى حد اليوم يتلقاوا. محاربة الفساد غير ثقافة كامل تبدأ في المؤسسة التربوية وتبدأ في المجال الثقافي. ومع حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفراغ في الجهاز الرقابي تتزايد الصعوبات المتعلقة بكشف ومتابعة ملفات الفساد. عضو لجنة رقمنة الإدارة وتطويرها ومقاومة الفساد سامي رايس أكد العمل على حماية المبلغين والنظر في تنقيح القانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد. في غياب هيئة مكافحة الفساد ما عادش تم قرارات لحماية المبلغين، عديد من المبلغين تعرضوا لتنكيل من طرف رؤساء المباشرين كسواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص، ثم شكون عندهم أحكام قضائية إدارية ورغم هذاك ما تمش إرجاعهم للعمل رغم اللي فيهم أحكام قضائية باتة، وفي نفس الوقت المبلغين عنهم اللي هم فيهم شبهات فساد يتم نقلتهم من مكان إلى مكان آخر أو ترقيتهم أو تكليفهم بخطط وظيفية، وإلى حد الآن ما زالوا موجودين في الوظيفة العمومية أو في المؤسسات العمومية. في دورنا الرقابي كمشرعين مراسلت عديد المؤسسات اطلاع على بعض
بعض المواضيع، وهذا الضغط اللي لازم باش نقوم به اللجنه والمجلس النواب حمايه المبالغين ومقاومه الفساد. ما عندناش مبادرات تشريعيه في الوقت الحالي في خصوص مقاومه الفساد، لكن مش ننظر في موضوع تنقيح القانون المتعلق بهيئه مكافحه الفساد، ومش نسق مع رئاسه الجمهوريه رئاسه الحكومه في اعاده الموضوع هذا باعتباره عنده اهميه كبيره برشا. ويبقى التسريع في تنقيح القوانين واعاده هيكله المؤسسات الرقابيه وتعزيز الشفافيه ودعم ثقافه التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه من ابرز دعائم مقاومه الفساد وحمايه المبلغين عنها. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في الشأن العالمي، بدأت ظهر اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال دورة 33 للقمة العربية، وتتصدر الحرب الصهيونية على قطاع غزة إضافة إلى عدد من الملفات العربية الأخرى جدول أعمال هذه القمة. وافتتح عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة أعمال القمة التي تسلم رئاستها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي كلمة دعا ولي العهد السعودي المجتمع الدولي إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد عاهل البحرين الحاجة لبلورة موقف دولي موحد وعاجل في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان. ويشدد مشروع البيان الختامي للقمة على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، كما يدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، محملا الكيان المحتل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في غزة. وفيما يتعلق بالسودان، دعا مشروع البيان الختامي للقمة إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنع التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة السودانية. في تطورات الحرب على غزة، ومع دخول العدوان الصهيوني اليوم يومه 23 بعد 200، أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 39 شهيدا وأكثر من 60 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة عقب 4 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني من جهته أن 15,103 أطفال استشهدوا في القطاع خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر. وواصل جيش الاحتلال اليوم سلسلة غاراته وقصفه المدفعي العنيف على مخيم جبالية ومدينة رفح شمال القطاع وجنوبه وعلى حي درج شرق مدينة غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى ودمارا هائلا. كما استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم في معظم مدن الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في عمليات نوعية تم خلالها تدمير دبابتين ميركافا وتفجير جرافتين ومهاجمة الخطوط الخلفية لقوات العدو المتوغلة شرق جبالية. وقد أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بمقتل 5 من جنوده وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جبالية شمال قطاع غزة. على الصعيد السياسي، حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الإسرائيليين مسؤولية الجمود الحالي في مفاوضات التهدئة، معتبرا أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود. وأكد هنية أن إصرار الاحتلال على المضي قدما في عملياته العسكرية في رفح وتوسيع عدوانه يضع المفاوضات في مصير مجهول، مشددا على أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب تقرره الحركة مع بقية
الفصائل الفلسطينية. في غضون ذلك طالبت عائلة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس حكومة الاحتلال والقادة العسكريين باستئناف المفاوضات بمساعدة الوسطاء وإرسال وفد إلى مصر وقطر للتوصل لصفقة تعيد كل الأسرى. على صعيد آخر، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن عناصرها قاموا صباح اليوم بتثبيت رصيف مؤقت على شاطئ غزة في إطار مهمة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين وفق زعمها. وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى شاطئ غزة في الأيام المقبلة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق الدورة 33 للقمة العربية ومشروع البيان الختامي يدعو إلى نشر قوات لحماية الفلسطينيين وحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفشي ظاهرة الفساد وتواصل استهداف المبلغين عنها مثل موضوع تقرير في النشرة. المحامون يؤكدون خلال يوم غضب اليوم احترامهم لعلوية القوانين دون استثناء. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.